خالد يوسف السياسي المخرج. لقبان التصق باسم خالد يوسف منذ سنوات. يعتقد البعض أن دوره السياسي جاء تال لنجوميته في الإخراج السينمائي، على الرغم من أنه بدأ حياته السياسية منذ دراسته كأحد قيادات الحركة الطلابية في الثمانينات. قاده دوره المميز للاقتراب من كبار السياسة والمثقفين، ومنهم يوسف شاهين الذي نصحه بالعمل في السينما عندما لمس أن لديه موهبة ما. فبدأ حياته السينمائية عام 1999، ومنذ ذلك الوقت انشغل بعمله في السينما ليخرج عددا من الأفلام كمساعد للمخرج العالمي يوسف شاهين كفيلم المهاجر، وقد شاركه في كتابة السيناريو والحوار لهذا الفيلم أيضا مع آخرين، وقفز قفزة كبيرة في الأفلام التي تلته عندما تولى مسؤولية المخرج المنفذ لأفلام المصير، الآخر، واسكندرية نيويورك، ومشاركا ليوسف شاهين في كتابة قصة وسيناريو وحوار هذه الأفلام. في عام 2000 أنجز أول أفلامه العاصفة تأليفاً وإخراجاً، وحصل على الجائزة الكبرى للجنة التحكيم الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الهرم الفضي، وجائزة أحسن فيلم عربي، وحصل على أحسن مخرج في المهرجان القومي للسينما المصرية، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية مثل مهرجان سان فرانسيسكو بأمريكا عام 2001. كان فيلمه السينمائي الثاني جواز بقرار جمهوري، وحصل على جائزة أحسن مخرج في المهرجان القومي للسينما المصرية والعديد من الجوائز والأفلام الأخرى. أهل الألعاب الحيوب! أهل الألعاب الحيوب! يا بيومي بص شوف! يا بيومي بص شوف! ابنك عمرو بقى معروف! ابنك عمرو بقى معروف! قدم أفلاماً سميت بثلاثية التنبؤ بالثورة المصرية، وهم هي فوضى، حين ميسرة، ودكان شحاتة، والتي ساهمت بشكل كبير في كشف حجم الواقع المتردي بما فيه من مظاهر الفقر والقهر والظلم الذي يعيشه المصريون، مما أدى إلى تأصيل روح التمرد التي قادت إلى ثورة 25 يناير، والتي كان أحد أبرز المشاركين فيها، وكان لندائه الشهير بحماية المتحف المصري الذي يحوي أهم كنوز الحضارة البشرية أثراً كبيراً في نفوس المصريين الذين توافدوا بالألاف وتمكنوا من حماية المتحف من أعمال النهب التي كانت ستطال أهم كنوز الحضارة الإنسانية، وما زال يواصل دوره كواحد من الثائرين المشاركين في الثورة في تشكيل ملامح النظام السياسي القادم لمصر ما بعد ثورة 25 يناير. سياسياً تصدى لأخوانة وزارة الثقافة من خلال اعتصام نادى إليه مع بعض الفنانين، وبعد ثورة 30 يونيو اختير ضمن لجنة 50 لصياغة الدستور، وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان خالد يوسف ضمن اللجنة الاستشارية للرئيس، وأخيراً أصبح نائباً بمجلس الشعب بعد نجاحه في انتخابات برلمان 2015 ليبدأ رحلة جديدة من المعارك السياسية تحت قبة السلطة التشريعية.